ازيكم حلوين؟ ممكن اقول ازيكم معاكم ولا مش ممكن؟ اسمح لك. ازيكم عاملين ايه؟ ما ضيف الشرف. ايوه دي انا في كل فيديو بتضحك على طول 24 ساعه بتضحك. نيجي لكم بعد غيبه طويله بتسمعناش يعني والله ما كانش بايدينا ان نعمل لكم فتره جيف دوت كتير باذن الله تعجبكم. النهارده جايين بتحدي جامد. بس هو الفكره خطرت كده يعني احنا اصلا كناش عاملين حسابنا. بصوا نخش على طول. اول حاجه بس قبل ما نبدا ما تنسوش تعملوا لنا لايك, تعملوا لنا اشتراك للقناه عشان يوصلكم كل فيديوهاتنا, وعايزين نوصل الفيديو ده لعدد كبير من اللايكات والكومنتات وعائلتنا تكبر وتبقى كبيره جدا 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 بيكم. وجماعه قولوا لنا احنا فعلا شبه بعض ولا لا؟ لا انا وانتي شبه بعض. تحسي شكرا مختلفه. تحسي انه وانتي منها شبه من بعض. يا بنتي انا احلى تغريد وبتغريد. انا بصي بعيد خالص. دي اللي زاوية دي في شرف. ما تشغلين مروحة. ما تقولي شغلني شغل. هم دول الاخوات. احنا ايه هشرح لكم التحدي عم يتشغل مروحة دي. بص اول حاجة بنتش اقول في الاول الشعر بتاع المخدة ده عم يخش ببقي. فجاي جاي عاملين تحدي جامد. كل واحدة فينا هتقول كلمة لا تخطر على بالها. التانية يعني مثلا نورين هتقولي ايه كلمة مثلا 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 على اغنية حياتي. فانا ابدأ بقى الحياتي دي تألف لنا بقى اغنية, تجيب لنا بقى اغنية بقى كده. بس الشرط في ظرف 30 ثانية تفكري. ما اللي عرفتيش والتلاتين خلصوا شايفين المخدة الجميلة دي هتخدها على طول. اغنية 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 ماشي. عملنا تليفونك ده سايبر تحت النبي. جاهزين؟ يلا بينا. طلع انا بقى يا جماعه. مين اللي هيبتدي؟ عليه الصلاه والسلام. مين اللي هيبتدي؟ كيلو بامية. لا كيلو بامية ماشي. أوكي. ما بعرفش العب حجر ورق مقص اصلا. تعرفوا؟ لا. كيلو بامية اخوات قوي يعني. كيلو بامية هي اللي هتبدأ عشان هي من على اليمين واحنا من اهل اليمين. اغنيه سهله. ها يلا قول حياتي. ايه خديتها مني ولا ايه؟ حياتي. خدي بدايه التايم. انا تملت التايم اصلا. حياتي هم خلاص خلصوا. حياتي ده عامل دقيقه. استني اهي ماما ممكن نغير الكلمات. لا كان عامل دقيقه. حياتي ايه ده احنا مش عارفين الحاجه اللي كانت في دماغي. حياتي ونور عيني. والله ده مدح. حياتي كان في حاجه بقوي في حياتي يا جماعه دي سهله قوي. حياتي بيك احلى. يلا نطلع رحلة. انت قلت للي في اغنيه انت عايزه تطلعي مصيف. محمد لما تتفرج على الفيديو طلعها مصيف. هو ايه اللي حياتي بيك احلى طلعني رحله يعني. لا لا دي احلى. حياتي عذاب بعيد عنك. مش انا. خدي بقى دي الست القديره ام كلثوم. مش انا قلبت بالراحه. اتفتي ايدك. انا اقول قول لا ما كنت عامل شعر. انتوا صح ازاي انتوا؟ حاجه سهله بقى. اجيب التايم. عيوني. نعم بلاش نور. عيوني سهروني. نور نور يا نور. انا كنت هقولها قالتها حاجه ثانيه. الحمد لله نور. استني ما ابدا تايم. اول واحده كمان. اول واحده كمان يا نوري. لا 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 انا هقول واحده كمان. انت انا جبتها. اول واحده كمان. اول واحده خلاص كمان. يا نور على نور بتاعت يا نور. على نور. انا قلت صح صح. ايه ده ايه الاغنيه انت قلتيها دي؟ يا نور النبي. ايوه يلا ما انت بقى كلمه بس يعني يكون ايه فرنج اغنيه يعني ما تجيبش حاجه صعبه قوي. بس هتجيب لك بقى اغاني مصطفى كامل واغاني ناس. ايه كلمه مش فاكره يعني مش جاي معايا. يلا يا شكرا. اي كلمه مش حاضر. اي كلمه في بالك. ما فيش حاجه في بالي. يلا بس التحدي معانا. يلا يا شكرا بجد. اي كلمه في اي حاجه. اي حاجه مفيش حاجه والله. مثلا اقول لك اقول لك بالنيابه عنها يعني. قلبي قلبي حبك جدا جدا
جدا جدا. شو جاهزه انا معهم كل يوم اسمعهم. لا لا على ما يتفق. طلع بره تحدي كده زقها كده بايدك قولي يلا كلمه. اي كلمه؟ بحبك. بحبك وانا كمان. غنيها. ببرص صوتي وحش. غنيها من غنيت. بحبك وانا كمان بحبك. ماشي. وانا كمان. ها انت ما انتوا عاملين تايمر ليه؟ هبدا تايمر. بحبك. بحبك وحشتيني. بحبك وانت بحبك نور... وحشتيني بحبك وحشتيني بحبك وحشتيني بحبك وانت نور عيني. ماشي. صح. ما تقوليش انا بتاعت اسمه ايه؟ حسين الجسمي. انا باختار كلمه. مش سايبه. هو انت ما فيش كلمه حضرت؟ حضرت. يلا شكرا. شاي. شاي كابوس. ما بهزرش ولا في اغنيه فيها شاي؟ ده اعلان بتاع حمادة هلال بس انا مش فاكره الاغنيه. ايوه تعالى نشرب شاي. تشرب ايه؟ اشرب شاي. تشرب ايه؟ ما فيش الا دي في الدنيا. ده جايبه لك اعلان. حاجه تانية اقول انا كلمه. احنا قلنا استني كده بس هبحث. هستعين بصديق. اشمعنى يعني؟ عشان مش لاقيه. ممكن يكون مره جايه تستعين بصديق. يعني كل اغاني تامر عاشور ومحمد حماقي والاستاذ القدير مصطفى كامل وهاني شاكر والناس دي كلهم. انا ما بسمعش اغاني وحيت ربنا. طب ادينا حمو بيكا مثلا. اديني واحده جرح. شفتوا انتوا مش مسجلين الاغاني ازاي؟ ما انا قلتلكوا ادوني واحده جرح. الناس دي خايبه قوي. جرحي تاني. الفيديو دوت لو علا شكرا تطلع تغني. اوعدكم. مثلا يعني فيديو جاي هنخلي غنى هيجيبوها هما. ايه انا المفروض هما الاثنين مثلا اغنيه عادي. انا مسامحه. نصيبي. نصيبي واسمتك. نصيبي عايش عشانك يا روح قلبي في مكانك. مش عارفه ايه من بعيد بشوفك من بعيد. شوف ده دليل ان احنا ما بنسمعش. انا دماغي حاضره. انت ما انا قلت نصيبي واسمتك. ماشي اختاري كلمه. خدي قلبي. غلطان. غلطان في غيرتي عارف. ايه جدع. اطلع برد عادي يا جماعه. ايه ده ايه ده انتوا بتضربوش. بتضربوش. اتملينا شعر. اول مره انجح في تحدي. حاسه ان انا منصوره باذن الله. انا وهي طبعا احنا متجوزين عندنا بيبيز. ما بنسمعش اغاني. ما بنسمعش غير الاطفال. لو استشهديني في الاطفال هقول لك. انا هقعد اعمل كده. هقول لك في الاطفال. الف باء تاء ساء جيم حاء. كلمه. حبك. حبك. حبك يعني. حبك. حبك نار. كان يوم حبك اجمل صدفه. شوفوا بجيب لهم كلمات قابلتك مرة صدفة يلي جمالك. ما انا قلتلك حبك نار. ماشي قولي كلمة. ما انا قلت نوري. ما انا قلت كان يوم حبك. قولي بقى كلمة. كلمة كلمة. انا اقول كلمة. قولي. دي مش تانينة. دي بجد اغنية. مش عارفه يا جماعه احنا ممكن نقفل الفيديو كده يعني. اخ ياما اخ ياما داي لوط يا نصابة. ونختم الفيديو بكده. ودي فكره التحدي بتاعنا. يا رب تعجبكم وان شاء الله نشوفكم فيديو تاني مع فكره جديده وحاجه احسن. واشتراك ما تنسوش تفعلوا اشتراك القناه. باي باي.